وإلى الأزمة السورية، حيث أدان مساعد المبعوث الأممي لدى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند الهجمات على 5 مستشفيات سورية ومخزنين للمساعدات الإنسانية في إدلب، لافتا إلى ضرورة وجود آلية لضمان عدم استهداف المنشآت الإنسانية. وأضاف إيغلاند خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف أن منشآت إدلب التي جرى استهدافها تخدم نحو 500,000 نسمة، مؤكدا أن الأمم المتحدة لا تستطيع تحديد الجهة التي تقف خلف الضربات التي استهدفت المدنيين.